إيلون ماسك يعلنها أخيراً، أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية أصبح متعافياً تماماً بعدما تمكن من التحكم في فأرة حاسوب عبر التفكير. وقبل الخوض بتفاصيل القضية المثيرة، تعود هذه التجربة إلى شركة نيورالينك التي يملكها بالأساس ماسك، وهي التي نجحت الشهر الماضي في زرع أول شريحة في دماغ إنسان. بالعودة إلى التفاصيل، تدور القصة حول إعلان ماسك خلال فعالية عن تعافي أول إنسان زرعت شريحة في دماغه. وقال ماسك إن هناك تقدماً جيداً وإن المريض تعافى مع تأثيرات عصبية تعلم بها الشركة، كما أضاف أن المريض يستطيع تحريك الفأرة في أنحاء الشاشة بمجرد التفكير ضمن إطار محصور. النتائج الأولية تظهر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد. شركة نيورالينك تقول إن التجربة تقوم بإدخال ما يعرف بواجهة الدماغ والكمبيوتر في عملية جراحية بالمنطقة المسؤولة عن التحكم في حركة الدماغ، والأهداف تدور حول تمكين الأشخاص بالتحكم في مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير. ولأن للسؤال إجابة، بروتوكولات السلامة في تجربة نيورالينك تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار حسب ما هو معلن العام الماضي.